السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس الماضي تعرفنا إلى مجموعة من الأفعال التي يمكن أن مجموعة من الأفعال التي يمكن أن يأتي كمكمل لها infinitive. وقلنا what is infinitive؟ ما هو المصدر؟ ما هو الانفينيتيف؟ قلنا هو to زائد الفعل في التصريف الأول. قلنا ذكرنا هذه المجموعة وقلنا أن أول خطوة في هذا المجال هو حفظ هذه المجموعة، وأن نحفظ أن هذه المجموعة من الأفعال يأتي بعدها infinitive. ثم ذكرنا أن هناك مجموعة أخرى من الأفعال يأتي بعدها الجرند. جرند، what is جرند؟ الجرند هو الفيرب الفعل زائد ing، وهو نفسه اسمه present participle، اسمه الفاعل، تمام؟ أو هو التصريف الرابع للفعل. اليوم سوف نتعرف في الجزء الثاني إلى مجموعة من الأفعال تقبل أن يأتي بعدها فعل زائد ing، ما يسمى gerund أو present participle أو اسم الفاعل أو التصريف الرابع، وتقبل أيضا أن يأتي بعدها infinitive، تأخذ الحالتين. ونلاحظ أنه لا يحصل تغيير في المعنى، no change in the meaning or meaning. ولذلك the following verbs can be followed by either the infinitive or the gerund with no change in meaning. وهذه القائمة: begin, can't stand, continue, dread. طبعا continue مكرر مرتين وأنا بعتذر لكم طبعا. ودريد يرتعب أو يخاف، هيت يكره، لايك يحب. وفي القائمة السابقة ذكرنا لايك من الكلمات التي تأخذ نوع معين من الأفعال. لا، الآن نعدل على ذلك، نعدل. يعني بصراحة أنا كنت طلعت على المنهج، ولكن عندما طلعت على الملازم الخاصة بكم وجدت الملازم تذكر مزيد من الأفعال، كثير من الأفعال، ولذلك أردت أن أفصل أكثر. فلذلك لايك من الأفعال التي تأخذ الناحيتين، تأخذ الجرند وتأخذ الانفينيتيف. وديسلايك كذلك، love، prefer، start، continue، discontinue. واعتقد ذكرنا continue في الدرس السابق، قلنا انها تقبل الحالتين، لكن اليوم نؤكد على ذلك. تعال نشوف مثال. واللي هي started to study after dinner، لقد بدأ الدراسة بعد العشاء. He started studying after dinner، نفس المعنى، لا يوجد اختلاف ما بين أن أقول he started to study أو he started studying. أقول he أو John hates to ride her bicycle to school، يكره جيم قيادة دراجته إلى المدرسة. أو Jane hates riding her bicycle to school، تكره أن تقود دراجتها إلى المدرسة. لا يوجد اختلاف في المعنى، سواء استخدمت بعده to زائد الفعل أو الفعل زائد ing. هذه القائمة لا يوجد فيها اختلاف في المعنى. لكن هناك قائمة أخرى، قائمة أخرى، وهي القائمة، هذه قائمة مهمة جدا جدا، لاحظت أن بها أسئلة كثيرة جدا في ملازم متكررة، لذلك آليت إلا أن أشرحها. هذه المجموعة من الأفعال وعددها تقريبا 6 أفعال، هذه المجموعة أو حتى 7 أفعال، هذه المجموعة تقبل الفعل سواء أتى قبله to، يعني تقبل الانفينيتيف، وتقبل الجرند، تقبل الحالتين. لكن ننتبه، ننتبه مهم جدا، أنه يحصل اختلاف في المعنى، يحصل اختلاف في المعنى. تعال نمسكهم فعل فعل، نشوف أول فعل عندي forget، forget. تعال نشوف المثال الأول، I forget to meet him. تعال نترجمها، I forget، لقد نسيت، to meet him معناها to، معناها أن، لقد نسيت أن أقابله. يبقى كان في بيننا ميعاد وأنا نسيت الموعد، هي معناها I didn't meet him، لم أقابله. لماذا؟ لأنني نسيت أن أفعل ذلك، لأنني نسيت الميعاد. هذا لما يكون وراها to. تعال لما نشوف وراها ing، I forget meeting him، مقابلته،
مش مقال نسيت مقابلته، مش معناها مقابلته ان انا اجاب له، انا نسيت انني التقيت به قبل ذلك. يعني انا كل انا مش فاكر اني شفته، هاي معناها. انا يمكن اكون شفته، انا مش فاكر اني شفته. I forget meeting him، انا نسيت اذا كنت شفته، ما مش فاكره، مش فاكره. I don't have the memory of meeting him before، مش متذكر اني شفته، ليس لدي ذكريات عن اني شفته. هذا بيختلف معاي لو انا بقول لي واحد بقول لي بتتذكرني، او بنت بتقول لصاحبتها بتتذكريني، كانت قاريه معاها في صف اول والان هن في توجيهي، بتتذكريني، بقولها I forget meeting you، بصراحه مش فاكر اني قابلتك قبل هيك. ها، لكن لو بتقول ليش، لو صاحبه بتقابل صاحبتها، ليش ما جيتيش على الميعاد؟ اوه I forget to meet you، نسيت الموعد كله. تمام، نلاحظ الفرق، مهم جدا ودقيق. في المثال الثاني عندي go on، طبعا go on هن معناها يستمر مش يذهب، go on معناها يستمر، والماضي من go on went on. تعال نشوف المثال، قول he went on to learn English and French، هو استمر هن ايش؟ to learn English and French، استمر لتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية. هنا معناها هو توقف، هو أنجز مدة دراسية محددة، أنجز مدة دراسية محددة. He ended one period of time before this، أنجز مدة دراسية محددة. لكن لو أقول he went on learning English and French، واستمر في التعلم نفسه، في تعلم الإنجليزي والفرنسي، معناه he continued، هو مستمر في التعلم، هو مستمر لحد الآن. طيب quit مرة ثانية، quit معناه يستقيل. شوف she quit to work here، to هنا جمعناها معناها لكي، she quit to work here، هي استقالت لتعمل هنا. يعني كانت في وظيفة، كانت تشتغل مثلا مدرسة في ذكور دير البلح ألف، استقالت وجدت تعمل في مدرسة المستقبل الخاصة، فهي استقالت لتعمل هنا، تركت الوظيفة ألف لتعمل في الوظيفة باء. She quit another job، هي ترجمة مكتبة، she quit another job in order to work here، يعني كانت شغالة في الوظيفة ألف، استقالت منها وأجت تشتغل في الوظيفة باء. طيب المثال الثاني، she quit working here، هي استقالت من العمل هنا، يعني سابت شغلنا إحنا، يعني شغالة معانا، شغالة مع سين من الناس، استقالت منه. معناته إيش؟ she doesn't work here anymore، هي لا تعمل هنا الآن، هي لا تعمل هنا الآن. regret يندم، I regret promising to help you، أنا ندمت لقطع ذلك الوعد، أنا ندمان أني وعدتك. I'm sorry that I made the promise، أنا متأذن، يعني I'm sorry مش أنا آسف، معناها أن أنا يعني غلطان اللي وعدتك. لكن I regret to tell you that we cannot hire you، هذه hire. I regret to tell you that we cannot hire you، هنا أنا متأسف لأنني أخبرك بأننا لا نستطيع توظيفك هنا، فش عندنا فرصة. واحد جاي يقدم طلب وظيفة، إيش رأيك تشغلوني عندكم مثلا طباخ، تشغلوني مثلا سواق، قال له I regret to tell you that we cannot hire you، أنا آسف لأنني أقول لك أننا لا نستطيع توظيفك. أوكي remember، لاحظ she remembered to visit the grandmother، هي تذكرت أن تزور أمها، جدتها، تذكرت، كانت ماشية في السوق، يا الله ما زرتش الجدة. شوف المثال الثاني، she remembered visiting grandmother،
هي تذكرت زيارات لأم لجدتها، جدتها حرام يمكن تكون ماتت وهي مرت من جنب دار جدتها، فتذكرت يا الله لما كنت أزور الجدة وتعطيني مصاص، وكنت أسرق المصاصات اللي في الثلاجة تبعتها. آه ها تذكرت الذكريات. أنا remember visiting زيارة نفسها، زيارات قديمة تمام، لكن she remember to visit، لا هي نسي، كانت ناسي الزيارة وذكرتها. she remember to visit، هي تذكرت أن تزور جدتها. she remember visiting her grandma، هي لديها ذكريات عن زيارة جدتها وذكرتها، ذكرت هاي الذكريات. الفعل stop فعل مهم جدا. I stopped to call you، أنا توقفت من أجلي لكي أكلمك. أنا كنت سايق السيارة والقانون لا يسمح بإني أسوق السيارة وأتصل على واحد، فتوقفت لكي أكلمك أو لكي أكلمك. I interrupted، أنا قاطعت، another action فعلا آخر، كنت بسوي حاجة تانية. in order to call you، كنت مثلا بجلي في الصحن في المطبخ، رحت أنا رن الجوال، وقفت الجلي وقعدت أكلمك، فأقول لك أنا توقفت عن الجلي لأجل أن أكلمك. I stopped to call you، توقفت لكي أكلمك. I stopped calling you، بطلت أكلمك، أنا محاربك. أنا توقفت عن الكولينج، الحديث إليك، عن الفعل نفسه، بطلت أكلمك. يعني I stopped this activity، maybe we had a fight، في بيننا قوشة، فبطلت أكلمك، خلص حل عني. تمام؟ الفعل الأخير وهو try، يحاول. I tried to open the window، حاولت فتح الشباك. أنا حاولت أن أفتح الشباك لكنني لم أستطع. I tried opening the window، يعني هان إيش قصده؟ تخيل واحد قاعد بيقول لي الدنيا شوب، فبقول له I tried opening the window، جربت فتح الشباك ولستها شوب، فتحته أنا فتحته لكن لستها شوب على الفاضي. I tried opening the window، جربت أعمل حل، يعني فتح الشباك one of the solutions، واحدة من الجوابات، واحدة من الحلول، solutions، واحدة من الحلول للشوب. أنا جربت فتح الشباك، ما ظابط، مش ظابط، الدنيا لساتها شوب. أنا هنا في الأولى I tried to open the window، حاولت أن أفتح الشباك كأن كمحاولة نفسها، لكن I tried opening the window كأهانة بتقول this was an option أو one option، واحدة من الخيارات اللي عندي، عندي خيارات وجربت واحدة منها. Thank you very much. This is the end of this period. هاي هذا نهاية الدرس، ومحتاج كثير تركيز وحفظ، وإن شاء الله غدا اختبار في الدرس الأول تبع القواعد والدرس الثاني تبع القواعد، لأن درسين هذول اللي بتكلم عن الأفعال. مهم جدا نميز في المعنى ما بين الاثنين عشان نعرف نختار متى يأتي هذا ومتى يأتي ذلك. يعطيكم العافية.